أهلا ومرحبا بكم في أبرز اهتمامات الصحف الوطنية لنهاية الأسبوع. أبرزت يومية أخبار اليوم أنه في ظل استمرار الوضعية الوبائية في المغرب، قررت وزارة التربية الوطنية أن يبدأ الدخول المدرسي المقبل بداية شتنبر وسط غموض يلف التعليم الحضوري، وسيلتحق الثلاثاء 1 شتنبر 2020 أطر وموظف الإدارة التربوية وهيئة التفتيش وباقي الموظفين، فيما سيلتحق الأساتذة بجميع درجاتهم يوم الأربعاء 2 شتنبر 2020، وستبدأ الدراسة الفعلية في 7 شتنبر المقبل. أما يومية المساء فكتبت تحت عنوان توقيع البرنامج التعاقدي لدعم وإقلاع القطاع السياحي، كتبت يومية المساء أنه بعد الأزمة التي ضربت قطاع السياحة تم توقيع البرنامج التعاقدي لدعم وإعادة إقلاع قطاع السياحة، ويضم تدابير لمواجهة التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع. وحسب بلاغ صحفي فإن البرنامج الذي تم توقيعه يرتكز على الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب بالشغل وتحفيز الطلب وتنفيذ مشاريع تنموية على المدى البعيد. أما يومية الصحراء المغربية فسلطت الضوء على المساعدات الإنسانية الوطنية التي تم إرسالها إلى لبنان بعد الحادث المفجع، وعبرت الحكومة اللبنانية عن عميق امتنانها وتقديرها للمبادرة الكريمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي سارع للوقوف إلى جانب لبنان من خلال إرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة عقب الانفجار الذي هز مرفأ بيروت. وأخيراً كتبت يومية ليبراسيون تحت عنوان فيروس كورونا ارتفاع حالات الإصابة بين التفاؤل والتشاؤم أن الدكتور جمال بوزيدي أخصائي الأمراض الصدرية والحساسية دق ناقوس الخطر بشأن موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا أكثر عنفاً، مبرزاً أن الوضع اليوم مقلق للغاية والموجة القادمة ستكون أسوأ، وقال إن السبب يتمثل في التراخي المسجل على مستوى سلوكيات المواطنين في مواجهة الفيروس، مشيرا إلى عدم احترام الإجراءات الاحترازية لا سيما ارتداء الكمامة واحترام التباعد الاجتماعي واستخدام المعقمات.